الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن أما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل الوضوء، قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضيلة الوضوء كما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وفضيلة هذه الأعمال التي ذكرت في هذا الحديث أنها تمحو الخطايا وترفع الدرجات. وكلنا ذو خطأ، وكلنا يرجو رفعة الدرجات، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تذنبوا لا ذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالذنب كتب على ابن آدم، ولكن كيف يمحو ذنوبه ويمحو خطاياه؟ عليه أن يتفقه في مثل هذه الأحاديث وهذه الفضائل التي بها رفعة الدرجات وحط الخطيئات. ومنها هذا الحديث العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم. وهذا الاستفهام استفهام تشويق حتى ينتبه السامع لما بعده. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، يمحوها محيا كأنها لم تكن موجودة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. أمران: تمحى الخطايا وترفع الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. فالصحابة رضي الله عنهم أرضاهم عندما يريدون المعرفة إنما يريدون العمل، وهذا هو الواجب علينا، أننا إذا تعلمنا نعمل، وإذا سألنا وإنما نسأل من أجل العمل لا من أجل العلم فقط. فكثير منا إنما يسأل من أجل العلم والمعلومات، ولكن الصحابة رضي الله عنهم إنما يسألون من أجل العمل. فإذا سألوا أرادوا بسؤالهم أن يعملوا. فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره. إذن هذا العمل الجليل من أعظم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. إسباغ الوضوء يعني تمام الوضوء على الوجه المطلوب مع وجود المشقة، إسباقه على المكاره. ومثال المكاره أن تتوضأ بالماء البارد في أثناء الشتاء، أو بالماء الحار في وقت الصيف، ونحو ذلك. ولكن لا بد أن نفرق بين أمرين: أنه يجوز لك أنك تتوضأ مع وجود المشقة، ولا يجوز لك أن تتوضأ مع وجود الضرر وتحققه. فهذان أمران يختلفان، فالمشقة لا يلزم منها الضرر، قد يكون منها شيء من الأذى، ولكن يصبر الإنسان في ذات الله ويؤجر على ذلك. ولكن إذا تحقق الضرر فإنه لا يجوز، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا ضرر ولا ضرار. فإذن هناك فرق بين الأمرين. ومثالها كما لو كان الجو باردا وكان الماء فيه برودة، فالمسلم في مثل هذه الحالة يسبغ الوضوء مع كراهته لذلك، يعني مع وجود المشقة، وهو يؤجر على ذلك. فلكن لو كان في البر وأصابته جنابة مثلا وأراد أن يغتسل، ولا يوجد إلا هذا الماء البارد، ولا يوجد ما يذر الريح عن الهواء، فمثل هذه الحال هل يجوز له أن يغتسل؟ لا يجوز له أن يغتسل، بل يتيمم. لأنه لو اغتسل بالماء البارد في الهواء البارد
مع عدم موجود ما يذريه ويسخن له الماء فإن هذا يتحقق ضرر عليه، والشريعة لم تأتي بالضرر. فإذا لا بد من التفريق بين الأمرين، مع المشقة يجوز ولكن مع الضرر لا يجوز. والأمر الثاني والمسألة الثانية متعلقة بهذه الجملة إسباغ الوضوء عن المكاره، أننا لا نتقصد المكاره مع وجود يعني الطريق الذي ليس فيه مشقة. فلو قدر أن لديك ماء باردا وماء ساخنا في وقت الشتاء، فهل في مثل هذه الحالة تتوضأ بالماء البارد حتى تدخل في هذا الحديث إسباغ الوضوء عن المكاره، أو تتوضأ بالماء الساخن؟ تتوضأ بالماء الساخن. لكن الكلام في المشقة إذا لم يوجد التيسير، إذا ما يوجد التيسير وأخذت بالمشقة فإن أجرك على قدر نصبك، كما جاء في حديث عائشة، فإن أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر تعبك. لكن إذا وجد طريق التيسير وطريق المشقة فإنك تتخذ طريق التيسير. الشريعة لم تأتي بالتعنت وإنما جاءت بالسماحة، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، هذه المسائل المتعلقة بهذه الجملة. ثم قال وكثرة الخطى إلى المساجد، وهذا فيه الحث على المشي إلى المسجد، فالمشي أفضل من الركوب، ويفضل أن الإنسان يمشي إلى المسجد وهو متوضئ، لأن الفضل جاء في من خرج من بيته متوضئا قاصدا الصلاة، فإنه في كل خطوة تحط عنه خطيئة وترفع له درجة، أجر عظيم. وفي الحديث الآخر تكتب لكم آثاركم، يعني في ذهابكم وإيابكم، وهذا أجر عظيم لا يفرط فيه المرء. فكثرة الخطى إلى المساجد من أسباب رفعة الدرجة وحط الخطيئات. ولكن هنا مسألة أيضا متعلقة في قوله صلى الله عليه وسلم كثرة الخطى إلى المساجد. لو كان لدينا مسجد قريب ومسجد بعيد، هل أذهب إلى المسجد البعيد من أجل كثرة الخطى إلى المساجد أو إلى المسجد القريب؟ الأفضل بلا شك أنك تذهب إلى المسجد القريب وإن قلت الخطى إليه. فكثرة الخطى إلى المساجد تكون بالاستمرار والديمومة، ففي اليوم تذهب 5 مرات وفي اليومين 10 مرات وهكذا، هذه كثرة خطى. لا يسترد من كثرة الخطى أن تذهب إلى المسجد الأبعد وتترك الأقرب. والمسألة الثانية، هل يستحب أنك تقارب بين الخطى حتى تتكاثر في مشيك؟ لا يستحب ذلك وليس من السنة، وإنما تمشي مشيك المعتاد، تمشي مشيك المعتاد، ولا تتكلف تقارب الخطى حتى تتكاثر، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا أن كثرة الخطى إلى المساجد تكون بالديمومة والتكرار، كثرة المشي إلى المسجد في اليوم في اليومين في السنة في السنتين، كل هذا كثرة خطى إلى المساجد. ثم قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، وفي رواية أخرى فذلكم الرباط فذلكم الرباط، تأكيد. والمراد بانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال أهل العلم المراد بها أنك إذا انتهيت من فريضة يكون قلبك متعلقا بالفريضة التي بعدها، تنتظر الصلاة التي بعدها لتعلقك بالصلاة وبالمسجد. فهذا انتظار للصلاة بالقلب، انتظار للصلاة بالقلب. وأيضا يدخل لذلك انتظار الصلاة بالجسد، ببقائك في المسجد وانتظارك الصلاة إلى الصلاة جلوسا في بيوت الله. فقوله صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة يحتمل هذين المعنيين، وإن كان كلام أهل العلم انتظارها بمعنى تعلق القلب بها، ولكن الحديث يشمل هذا وهذا. فجلوسك في المسجد وانتظارك الصلاة إلى الصلاة التي بعدها داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وهو كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني المرابطة هي المصابرة والمداومة على العمل الصالح.
هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.